نائبة أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية قالت الحمد لله منحت مصر ساعتين هوا في راديو وتلفزيون السنغال. يعني هيدونا نعمل مادة في تلفزيون السنغال لمدة ساعة أسبوعيا، ومادة في الإذاعة السنغالية أسبوعيا عشان نكلم منطقة غرب أفريقيا اللي فيها السنغال. وكان في إشادة في لجنة الشؤون الأفريقية برئاسة السيد فليفل، وده كلام رائع جدا ومتشكرين. خلاص خلصنا من الخبر، أقول رأيي. فين مصر اللي كانت بتدي كل الدول الأفريقية مش ساعة هوا مفتوح؟ الإذاعات الموجهة فين؟ أين الإذاعات الموجهة؟ أنا بسأل يقول لك شغالة. طب ما نسمعش عنها ليه؟ مصر كانت هي المركز، هي الصدارة، مصر اللي بتحرك، مصر اللي بتحرر، مصر اللي بتنور. وأعتقد إن إحنا دورنا لابد إنه يرجع تاني. أنا رغم إن هم نجحوا وأنا بهنيهم في لجنة الشؤون الأفريقية، اللي إني بقول المفروض مصر المجلس الأعلى للإعلام ولا تنظيم الإعلام ولا لجنة الإعلام في البرلمان ولا الهيئة العامة للاستعلامات ولا مين، المفروض مصر ترجع تاني للصدارة، هي اللي تنير القارة الأفريقية، مش عشان أنا أحسن منهم، عشان أقدم من الكل وعندي إمكانيات غير مستغلة. مش هفرح بساعة هوا إذاعة وساعة هوا تلفزيون في السنغال، عيب علينا احنا مصر.